خابر سفر على عتيبه سيد واليوم لا هذي ولا ذي اللي حضرنا فالعلوم نزيد مرهب من الجذعان شخصية ميول هناك. طيب ما جاوك غير خزام وابن حميد تعال في نادى الفروسية يا دغيل بي يمكن نجيب العيد ونطلعك برا السعودية ونطلعك برا السعودية يسمعك يقول جبت الفيد سواق تاكسي في البجادية هالظلمات اللي يحل القيد غذى الشجر مية على مية القبع قبل يرددك تردي سراك للدار الجنوبية والله لو انك تشبه ابن فهيد انها ما تنخاك العتيبية القبع قبعك فوقكم تاكيد يشينكم يا طاق طاقية طال الزمان وعاش فيه سعيد ذا محط فوق الراس كوفية أنت من الراعة قطعت القيد ترثع مثل رثع العمانية فزعت لك حتى نزلت بعيد وانت من اول حالتك سيا وانت من اول كب الجدل والهرج والتهديد افتح لأخوك الصبح بوفيا يوم البقوم يلعبون الغيب
بخيت جام وقت عصرية أخوي مثل الذيب وأنتم صيد ما رد خلو في وسط محمية أنت وسفر عسفان مثل قديد دا غالبة مدري حبردية الله لا يفرقكم خوان الدد صرتوا حشرات طبيعي نبى نجردكم ترى تجريد اعتبهم ضاقوا حرامية بلاكم التسخين والتبريد فوق التهامي والتهامي انتو حرامي يا هذا التأكيد يقولها مشعان مني يا استشهد نكويكم.